يعني ده كله ده كله ده جوه ايوه حسب انا كنت ايه كنت في الناحيه الثانيه مش غير ده ثالث يوم النهارده وده جوه الشيطانيه من تحت الصوره خليك ولا جزء خلي بالك انا في الطاقه كده روح انا مش شايف اه بقى انت اللي جاي جنبي خلي بالك ترجع برضه ايه المانع ان احنا نعلي او نغوط او نكسي بحيث يبقى مناعه التعدي يعني في احد المهندسين هنا بقول له الحل قال لك احنا نغوط من تحت ونردم على فوق يبقى قللنا بص شايف الهيش اللي طالع انا غلط بقول ان الهيش الحته دي ايوه طبيعي مين مش عارف ما اقدرش اعدي دي صناعيه مش عميق ايوه صح